السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم أخواتي، عزنا وعزاكم في الناس اللي ضاعوا في هذا الزنزان، يعني اللي كان جا غير هكا، ما كناش حنين ولا ضانين به. المهم احتاج داك الزنزان. المهم هذوك اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي باقيين عايشين يعني الله يشافيهم ان شاء الله، واللي باقي تحت الارض الله زعما يا ربي زعما يخرج على خير. غير ديك تحت الارض كي يعني راه في الحقيقه بنادم كيبقى يموت يعني قسم بقسم، ماشي ساعه بساعه، كيموت قسم بقسم. واش عارفين فين كاين ولا ما عارفينش فين كاين؟ واش كيدخلوا الهواء ولا ما كيدخلوش الهواء؟ واش هو يمرت؟ واش طايحه عليه شي حاجه وباقي عايش؟ المهم كله وكيفاش، كله وكيفاش. المهم اللي باقي تحت الارض الله يعني يطلق سراحه ان شاء الله ويطلع حتى هو من تحت الارض، واللي ماتوا الله يرحمهم ان شاء الله. زعما هذه الفاجعه جاتنا البارح والحمد لله. المهم كاين بعض البلدان اللي جا داك الشيء خفيف، وكاين بعض البلدان المساكن اللي راهم يعني مشاو ليه السكن ديالهم ومشاو ليهم كل شيء ديالهم، وكاين اللي مشى ليه حتى الاهل ديالو. المهم اخواتي هذا الشيء كثير. المهم اخواتي انا غادي نعطيكم واحد الادعيه اللي غتبقاو تدعيوها، هذه غتدعيوها دائما. يعني بنادم ما كيخصوش في الحقيقه هذه الادعيه، ما كيخصوش ينساها، يعني راه الواحد ديما يديرها. بحال البارح حنا جالسين في الليل، كاين اللي نعس، كاين اللي باقي الله كيتعشى، كاين اللي يعني باقي ما دخلش كاع من الزنقه، وجات هذيك الفاجعه بحال هكا، يكون بنادم ما عارف ما حتى شي حاجه. المهم واحد الادعيه غنقولها لكم ان شاء الله، غادي تبقاو تقولوها يوميا، والحمد لله يعني ربي غادي يحفظنا من كل شيء. وحنا راه حافظنا سيدي ربي، مادام حنا كنصليو، مادام حنايا كنطيعوا سيدي ربي، مادام حنا كنقراو القران، مادام حنا يعني غاديين في طاعة الله ورسول الله، راه سيدي ربي راه حافظنا كاملين. المهم اخواتي، اول حاجه اللي غادي نبقاو نقولوا مثلا بحال دابا مع الصباح ومع العشيه، بحال دابا مع اذكار الصباح ديما، بحال دابا اذكار الصباح، صافي مع اذكار الصباح اشنو غادي نقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه غادي نبقى نقولها ثلاثه ديال المرات، غادي نقولها يعني في 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 الاذكار ديال الصباح غنقولها ثلاثه ديال المرات، وعاوتاني في الاذكار ديال المساء غادي نقولها حتى هي عاوتاني ثلاثه ديال المرات. ديما هذه غادي نقولها، هادي راها يعني راها يعني حتى شي حاجه ما غتوصل لك في الدار ديالك، حتى شي حاجه ما غتاديك، حتى شي حاجه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني هادي نبقى ديما نقولها في اذكار الصباح ونقولها في اذكار المساء، ديما هادي نقولها، هادي ما تحيدش ليا من بال. هادي راه يعني من واحد من السلفيين كانوا، المهم كانوا مشاو كيخدموا في شي بلاصه، وديك القريه اللي ساكن فيها هوايا كانت حرقات كامله. منين جاوا رجعوا قالوا ليه يا فلان راه القريه ديالتك، القريه اللي ساكن فيها انت راه كلها تحرقات، راه كلشي تحرق. قال لهم ما يمكنش تحرق لي الدار ديالي انا. قالوا ليه لا راه القريه كلها تحرقات. قال لهم لا، انا كنقول واحد الذكر بحال هكايا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال لهم كنقولها مع الاذكار ديال الصباح، كنقولها وعاد تنخرج. انا ما كنظنش واش غادي يكون البيت ديالي تحرق ولا جرات فيه شي حاجه. قالوا لي ها انت زيد غادي تشوف القريه. ملي مشى لقاو ديك القريه صافي تحرقات، واللي عطى الله وهمدات ديك القريه، صافي همدات، بقاو غاديين 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 حتى وصلوا للدار ديالو، لقاوها باقا هي ما طرات فيها حتى شي حاجه، بقات هي ما طرات فيها حتى شي حاجه. قال لهم انا ما كنخرج مع الصباح حتى كنقولها، مع اذكار الصباح كنقولها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه نقولها يعني راها ماشي 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 اما يعني ما غنغفلش عليها. قال لهم انا قلتها وخرجت، وهانتوما كتشوفوا المحل ديالي بقى هو هوايا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه ادعيه، هذه بعدا هالدعاء ديما خصني نقولوا، ديما نقولوا في اذكار الصباح واذكار المساء، هي هذه. وعاوتاني كاين عاوتاني بحال هكايا، اسمحوا لي هاني جايه.
هذاك الدعاء الثاني اللي غادي نقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا حتى وين نبقى نقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو هو السماح، هو المغفرة، والعافية، العافية هي السلامة من كل شر، السلامة من كل شر، السلامة من كل شر. هذا حتى هو نبقى نقوله. وعاوتاني كاين عاوتاني واحد الدعاء، هذا الدعاء خلاص هو ديال الزنزال، هذا ديال الزنزال، ديال الزنزال: اللهم إن اللهم اللهم سمحوا لي، وقيلا كاين صداع ديال الدراري برا، المهم سمحوا لي: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحرق، وأعوذ بك من اللدغ. المهم هادوك كاملين تنقولوهم. هذا هاد 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 الدعاء كامل، هاد الدعاء كامل، يعني لديك الموت اللي كتجي، الموت المفاجأة بحال هكايا، موت الفجأة بحال هكايا، هذا موت الفجأة، يعني بنادم تيكون ما عليه ما بيه، ما عليه ما بيه، حتى كيجي الزنزال، جا الزنزال داه صافي مات. إلا هو بحال دابا مات، إلا هو كان كافر ما سلمش. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، يعني بحال هكايا، الهدم هو يعني الزنزال وكيتهدم. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، يعني بنادم إلا كان عاوتاني مستعصي ما كيصلحش ليه باش غادي يعني يغفر الذنوب ديالو، داك الشيء ما غيصلحش ليه. بنادم الا كان تيدير شي حاجه وبغى يصلحها ما كاينش. بنادم الا كان في الدنيا وبغى يوصي ولادو على شي حاجه قبل ما يموت، ما كيوصل شيء. هذا هو موت الفجأة، هو هذا. يعني اللهم اعوذ بك من الهدم، اعوذ بك من اللدغ، اعوذ بك من الحرق، اعوذ بك من سميتو. المهم هادو كاملين كاملين، هادو يعني كيجيو موت الفجأة، ما كيكونش بنادم حاس بيهم كاع حتى كيجيو. هادي ديما حتى هي خصنا نقولوها: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الحرق. شحال مرة كنكون الله يستر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنكونوا هكايا خارجين ما علينا ما بينا، حتى كنلقاو شي حاجة وقعت لنا في الدار الله يستر، ولا تحرقات ولا جرات شي حاجة، أولا الله يستر هكايا اللدغ، تيكون بنادم غادي حتى كيلدغوا شي حنش وكيطيح يموت ولا هذا. هذا هو المشكل. اللهم إني أعوذ بك من الهدم. الهدم راه مازال بحال دابا، إلى الله يستر، إلى طح بحال دابا مثلا الحيط على الإنسان ومات، راه مات الله يرحمه. ولكن أرى لك دابا إلى طح وبقى هو يلتحت، ما لقيش شكون غادي يخرجه، ما لقيش كيفاش غادي يطلع، ما عارفش واش شايفينه تما ولا ما شايفينوش تما، ما عارف شي، راه واش كاين الليل ولا كاين النهار، راه لتحت، راه عرفتو شحال كيموت من مره، عرفتو شحال كيموت هذاك السيد ولا 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 المراه ولا شي حاجه وهي لتحت، راه كتموت غير 5 دقائق، راه كتموت 1000 مره، 5 ديال الدقائق كتموت فيها 1000 مره، وهي لتحت ما عارفاش امتى غادي تخرج، امتى. وكاين اللي كيبقى حتى 7 ايام، وكاين اللي كيبقى الله يسرح حتى 10 ايام، وهو يلتحت، ما واكل ما شارب، ما عارف راسو واش الليل ولا النهار، ما عارف راسو امتى غادي يخرج، ما عارف راسو حتى شي حاجه، وهو يا غير 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 هذا، راه هذيك هي الحاجه اللي كتكون صعيبه. اللهم اني اعوذ بك من الهدم، اللهم اني اعوذ بك من الهدم، اللهم اني اعوذ بك من الهدم. هذه ديما نقولوها مع دابا حاليا مع هذا الزنزال، هذه ديما نقولها، فين ما نصلي نقولها، وبلا ما نصلي نقولها، ديما هذه نقولها، يعني ما تقطعنيش. المهم اخواتي، هادو هما يد الادعيه اللي غتبقاو تقولوهم يعني في هذا الشيء ديال الزنزال. وكنتمنوا ان شاء الله السلامه لكل شيء، وكنتمنوا ان شاء الله يعني ما يزيدوش ضحايا اخرين، وما يزيدش هذا الزنزال. المهم كنتمنى اخواتي ديروا هذا الشيء اللي قلت لكم ديال الزنزال، وباش تحميوا راسكم حتى نتوما بهذا الشيء بالقران الكريم، وان شاء الله ما غادي يكون غير 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 الخير، وما غادي يكون ان شاء الله غير السلامه. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم احسن خاتمتنا جميعا، اللهم احسن خاتمتنا جميعا.
شكرا، وإلى الملتقى إن شاء الله.